أهلا بكم معنا من جديد في تغطيتنا المستمرة للتحضير أو التعبئة للحراك، وكذلك اليوم أبناء الجالية الجزائرية في المهجر يصنعون الحدث ويسجلون موقفهم الداعم دائما والمساند لإخواننا في الجزائر، وخاصة غدا هي الذكرى الثانية للحراك الجزائري واستئناف الحراك الجزائري. تفضل سليم. مرحبا بكم مرة أخرى إلى الجزء الثاني هذه التغطية الخاصة والمستمرة والمباشرة التي تأتيكم على قناة المغرب. ياك ما شفنا عدة مدن عدة عواصم خرجت الجالية الجزائرية بقوة، في برلين، في جنيف، في بروكسل، في باريس، ساحة الجمهورية، في مارساي، وبعدين إن شاء الله نشوفوا في كندا في مونتريال، رغم الثلج رغم البرودة، لكن هذا ما منعش باش يخرجوا الجزائريين بقوة إن شاء الله. على كل حال يكون عندنا من هنا معنا الآن الناشط الميداني كريم فكير من الجزائر العاصمة، يعطينا الصورة الآن اللي راهم يعيشوها الآن داخل في العاصمة. أستاذ كريم أنت معنا؟ مرحبا بك. مرحبا سي كريم. سي كريم مرحبا بك. ربما في خلل. استاذ كريم تسمعنا؟ معليش ربما نشوفوا اذا كان في مشكل او خلل في الهاتف، نحاولوا نشوفوا واش راه وراه المشكل. ناصر معنا، سي ناصر، يعني كما شفنا هذه التعبئه وكما قال زميل رشيد، يعني الجاليه تصنع الحدث وتعبئه كبيره ل 22 فيفري رغم مناورات النظام، يعني هذه اخر مناوره هي اطلاق سراح بعض المعتقلين. شنو يعني معلش هذا السق فيري تاك مع نصر تمثال تاك ياك واللي هذا هو هاني يتسي باش هذه يرز الحركه كي يشوف هذا كريم دانون يبغى ديكس البرلمان هاني يبغى اديف ديال الحكومه بصح حتى سيدي قلنا يدينا كم كاتيك تيكر كاز لاش كيدف امشوار مازال تكمله من نوغي الجزائر مازال تكمله لما يلوف ديال نصح مكفاني الجزائري. نعم أتمنى أن سليم فكرة النظام أسمينك يا رشيد الصحة شد قرار سليم سجيد زهريين سبقنا يعني ذي الغرفة ويقدر يزدغن ذي الغرفة باللي ولاد نهنيت كان ذي ثاقرة ولا يجي يقفذن ذي 22 فورار 2019 كان خاصية كان بعدنا في ثمورث، ولكن حلفا ذا شيء ضرون ذي ثمورث كان متفغنس القوة ذي ثمورة الغرفة ذي ثمورة الأوروبا تهضر دا ساقي أمك الجالية يعني فغدس القوة ذي فرنسا قاسي كانوا تنجانا لذا الحون، ولكن خدم نسب الدين سن يعني ذي لابلاس دو لا ريبوبليك ولا تنسى القوة الحاجة يكس فرحا ولا باللي خاصية كان إلا الخلاف هي ثمور لنسن، ولكن يوكل الطلبين باش هذه لي أبدل نصح ولا إثما يثنى غدا غندي الألمان دي برلين دي الحاجة يكس فرحان من ولا تصديرين ولا دي نفغنس القوة دي موريال يعني ولاد نهني فغن دي موريال أنتو وليتو لكان موريال ثانون ديركت ذات فول ذا سمال بصاوك من هنا باش نولي يعني خمنكم ما سيتينغ دينا أتاني تولي كم الأولي كناس يعني تهضر سليم ديال المقدمين باللي فغن دي جنيف دي بروكسل اوسي ذي الحاجه يكس فرحان ذي الحاجه ريس كينن باللي ايجاريا يمكن الدنيا حلفا ذا شيء ضرون ديال مور تنسن ولاد هوني بغانا دعيونن بغانا دعيونن ايجاريين ثما تنسن راه تفغن يفغن شحال ذي مور الجزائر خاصه كان يعني ايجاريين قلنا لي فران ولاد هوني تراجون أم هذه اللي أسوسكا عامين أفتقر أولا يجي إقفذان دي 22 فرار أم كد النير 2019 أقص يعني الدلالات أقص وقد قد شند بنارو سارفين لميليتون دي دروات دلومنا بوليتيك أره الدرن أره دقارن باللي الغيظ إقفذان دي 2019 مازالي ومن نرى قدودة زاريوي ومن نرى باللي ذا شيء ضرون يعني سي القرارات ان ضرا ان زرا في فيا رياكي
سي عبد المجيد تبون امي انت يعني يخدم لا دي سوليوشن من البرلمان ومجلس الامه سي الجهه النظامي سي الرحيم حباسم كيدنا غسليم ولكن اسك شيكي يقنع اكدو الجزائري اسك شيكي ويتجرى اكدو الجزائري ويتفغرى وشكرا غسليم وشكرا يخا اي غار خطر مازال الطاس ودويك يعني على الطلاف اكدو الجزائري ويبو ضرر غورس انت غادي قار الدولة مدنية ماشي عسكرية. ابقى معنا زميل ناصر الان رجع الينا الناشط الميداني كريم فكير. كريم تسمعنا الان؟ نسمعكم. اهلا وسهلا استاذ كريم، ممكن تضعنا في الصورة كيف الان راكم تعيشوا الاجواء وخاصة اليوم في عشية تحضير الى الخروج غدا؟ يعني الاجواء يعني افضل من الاجواء تاع 22 تاع التحضير 22 فيفري 2019. الشباب اكتسبوا خبره في التعامل مع المسيرات والتعامل مع الغلق الطرقات يعني الحركه رجع الزخم تاعو في النقاشات. يعني وين تروح للمقاهي تلقاهم يهضروا على الحراك، تروح للمطاعم تلقاهم يهضروا على الحراك، في الحافلات الحراك، في داخل بيوت الحراك. يعني الحمد لله رجع وهناك عزيمه. يعني احنا واش رانا نشوفوا هناك عزيمه على ان يكون اليوم الغد الموافق للذكرى الثانيه للحركه. استاذ كريم بحكم مشهود استاذ كريم بحكم احتكاك مع كثير من الحراكيين ومع الشارع الجزائري بشكل عام، يعني انت في رايك انه فيما يخص معنويات الشباب في الشارع او الحراكيين بشكل اخص ان هناك اصرار او ربما هناك فيه اصرار اكثر من اي وقت سبق لتسجيل حضورهم غدا والخروج في احياء الذكرى الثانيه واستئناف الحراك؟ هذه بطبيعه الحال هناك عزيمه على تكون عوده مليونيه، تكون عوده غير عاديه، تكون عوده ضخمه. وحتى وكاين ظروف بزاف تساعد، هناك ظروف كثيره تساعد على عوده الحراك بزخمه المعهود، خاصه النزيف الحاد اللي راه في الناس اللي دعمت المسار الانتخابي والانتخابات وبعد ما شافوا بلي الوعود الكاذبه صحيح والامور هذوك تمام عاودوا ولا حتى السلطه الان عجزت باش تقنع الشرطي باش يقمع الشعب ويقمع صحيح. كريم ربما اسمح لي برك في ثواني لان الوقت ربما يداهمنا فيما يخص قضيه الحواجز. معنا انا شفنا صور ان الجزائر كلها مغلوقه، أنا منافذ العاصمه مغلوقه، يعني اعطنا صوره فيما يخص هذه القضيه. يعني اني فهمتك، يعني حنايا دوك الشعب راه هذا الغلق المنافذ ماشي تاع اليوم ولا صح اليوم شويه زياده على الايام اللي فاتوا، ولكن رانا جوزنا عام مع الغلق النوافذ المنافذ عام ممكن من الحراك وحنا نعانوا من غلق المنافذ صحيح. يعني الناشطين عندهم اساليبهم كيفاش يتجاوزوا هذو المنافذ. شكرا جزيلا، كان معنا الاستاذ كريم فكير ناشط ميداني من الجزائر العاصمه. شكرا يا سيدي كريم. روحوا الان كما قلنا مباشره من كندا من موريال، هناك من هناك حسن موسى الناشط في الحراك الجاريه. استاذ حسن موسى الزول فلاك، السلام عليكم. الزول السلام عليكم، بونسوار تو الموند، سليم انا نسمعكم. مرحبا بك سي حسن، حكينا خلينا نعيش اجواء الحراك هناك في كندا رغم البروده، رانا نشوفوا فيه الثلج فيه البرد، ولكن هذا ما مناش باش يخرجوا الجزائريين بقوه. هل ترى راكم تشوفوا مليح وراكم تسمعوا مليح؟ رانا نسمعوا ورانا نشوفوا كيما لازم مليح. شكرا، على كل حال حنايا كنا في الاول مستعدين باش نديروا وقفه هنايا في بلاس كندا، ولكن الحال اليوم الجو مليح شميسه، ميم سي لا تمبيراتور راهي قل 5 درجات، ولكن معليش حنايا مستعدين. الشتاء الثلج الشمس رانا هنا دائما كما العاده هنا في كندا. دركا بدلنا غيرنا البرنامج، نديروا مسيره من بلاس كندا اللي راكم تشاهدوا فيها هنا وراكم تشوفوا القطار الحراك. الله يبارك، عندي راني نشوف هنا دركا راني او بوت لافيل في المقدمه تاع القطيره هذه تاع القطار الحراك، القافله هذه الكبيره ان شاء الله الحنينه
اللي راهي تدعي لتغيير في الجزائر، ورانا رايحين الكونسوليه. عندنا واحد 3-4 كيلومتر يفرقنا من هذا المكان. الان الشيخ المشرك الان في مسيره، يعني ماش وقفه هذه، راهي مسيره نديروا مشيه، اون مارش كيما هذيك فرنسا، ولكن إلو أنيلي أون فرانس معنا بها. حنايا قبلونا، قالوا لنا ما لازمش تفوتوا. ورا شعارات يا سي حسن الموسى، خلينا نعشب بعض الشعارات درك يبداو الشعارات تاعنا، مازال ما طلقناش، ولكن اسمع واش تقولنا حبيبي؟ واش تقولنا حبيبي؟ ماشي عسكريه. استنى نسمعوا شي الناس، ام ميساج خويا لي زالجيريان، واش المشيه هذه؟ نتمنى غدوة إن شاء الله لزالجيريا العاصمة لازم يخرجوا قاعد إن شاء الله. تحية الجزائر، أوني لا بور سوتونيغ الحراك المبارك، الحراك المبارك في الجزائر. تحية الجزائر، وهذو اليوم هنا أكل فيهم دم الشهداء، والله يرحم الشهداء والجزائر. أون فالا ريكيبيري إن شاء الله، أون فالا ريكيبيري. شوفوا هنا يا البلد الثلج، وحاجة ما تحبس الشعب هذا، الشعب هذا إن شاء الله حوس على الحرية. On est là pour dénoncer la dictature et la junte militaire, pour dénoncer la torture en Algérie. خرجونا غير الفيلم تاع l'assassinat de Boudiaf، la cassette à l'assassinat de Boudiaf، c'est tout. Monsieur Jazairien، solidarité، on est là pour vous، pour le peuple algérien. C'est tout. ميساج pour le peuple algérien، غدوة المسيرة في الجزائر. دولة القانون. وي خويا. هذه ماشي ذكرى، هذه الثورة أكت 2. لا 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 ليبراسيون دي ديتني دوبينيون، يا تبون ويا العصابة، ماشي أنتم خرجتوهم، أنتم خفتوا من هذا الغاشي وخرجتوهم، أوكي؟ با د مانيبيولاسيون، الشعب المدنية ماشي عسكرية، اوكي؟ والسيستم فوكار تاع فرنسا، لافريك دو لا فرونس، سي فيني. سليم ريح معايا شوية. يا حسن من فضلك يا حسن. نعم. دوك كي تبدا المسيرة نوليو ليك، ريح معنا من فضلك. ما اصبر شوية نزيد لك واحد ولا جوج، الله ينورك. راه انسان ولا اثنين. خويا الميساج تاعك، الله ينورك. ميساج بوليس الجيريا. هضر زكيزكي فور. نعم. يتنحاو كاع. يتنحاو كاع. ابقى معنا استاذ احسن موسي. احسن موسي تسمعنا؟ راني معكم. ابقى معنا حتى نعيش معك اجواء هذه المسيره، لكن الان ننتقل الى الناشط الميداني من البويره ايناس فراد. مرحبا بك ايناس. ازف لك ايناس. الزفلاون عسلامة نون. حكينا داينا سام كثورة لي بريباراسيون وزكا. دونك لي بريباراسيون يويد ربي نويد في سنسور اكتويلمون، باسكو نيوي اون ا يو لا لوسون نيويد لو 19 لو 16 فيفري ديرني دي خراطا. نرى نيوي اون بري مار اون بري ان بري دو ان بري 22 فيفري دي خنشلا داني 19 هاكي. دونك ترى كل الانظار تتجه الى العاصمة غدا. Donc je pense aussi qu'il y aura une éclosion d'une autre manifestation, d'une manifestation plutôt à Alger. صح على اجمع اتقن طاش لي براجيك لا نضرا لا نوجد يصب ديجا الجزائر 8 12 ما تصلحهم دي توغيرس. نعم كثر سي كوا لا استراتيجي دينا غورو. لا تري بيان. دونك فوالا صح يا يو دي بارا جبريل تنقفلنت ايزون ايز ايسي توجور ا شاك فوا d'essayer de ralentir le peuple باش يوكنا دي ياوي لا ليبرتي نس باش دي ياوي، ولكن دا كيدي البويره لا كازي ماجوريتي نسن نويكاد نوالا بغانا مارشين بغانا نروح نغار الجي، باسكو غير هاك نزرى بلي خراطه تخدم لو برومي با لو 16 فيفري ديرني، من بعد خنشلا هذا غني لا كونتينيوي سبقنت بلي ولا دي شاوي ناثنين دكوفريت دور هذا غني هاك نقار ليسونسيال سيكو لو حراك ديباس نايوا كنا دي تخر سي لا كابيري الى قد يلي سور تيريتوار لو تيريتوار ناسيونال نو سورا كاترافير الجي الى الجي مثلا ازكى الى قد فرانس القوه يكونوا اي ناس تحس راني مدان الفانات فون شي بالك تقصى دوك لوك ديال الغاشي اسك سعان النيات فرانس القواز كان عام قلت لا اسك لا الخوف ني شويه انا سورتو ميد فان وكذا كيس العفاس بالك سافا اونكوراج لي جون فون عام قلت لك شي
Non, mais le Dnoural, si on revient vendredi dernier, nous avons appelé la quasi-majorité des communes, là où il y a Bouira Marchin. Ce matin, vous avez déjà couvert la marche Nef Laksar, dans le Sonam dernier. Donc, on peut, si nous avons appelé la quasi-majorité, le chab va marcher automatiquement. ولكن اسمها ردنا قار في الخوف الخوف ولا شيت ولكن الى قتلي المحاضره باسكو نزرب باللي لو سيستيم اغي الدوله لو سيستيم اغي لو بوفوار اغي سان بوفوار مافيو سان بوفوار ريبريسيف يتمرنا اللي حقرنا الراس دونك نكوني ماذا بينا نمارشي ماذا بينا ادنا ريكوبيري ليسباس بوبليك ولكن سن المحاضره وفوس فوس كنقارن تاعكم تتفسوس يعطيك الصحة إيناس فراد الناشط الميداني من البويرة. الآن ننتقل إلى الناشط الميداني والحقوقي عبد القادر غازي من بشار. مرحبا بك عبد القادر. بارك الله فيك رجي أخ رشيد وتحياتي لكم والطاقم المغاربية. مرحبا بك سيادة كل الأحراف الداخل والخارج. أولا الحمد لله على سلامة الإخوة اللي خرجوا الرهائن اللي كانوا مرهونين في السجن بما يسمى عفو بين قوسين لأن العفو له قوانين وله أسس. ثانيا نحيي إخواننا الأحرار يوم 16 فبراير في خراطة ونحيي تحية خاصة لأهل خراطة على حسن الضيافة والكرم. والحمد لله الثورة السلمية الشعبية الميمونة المباركة الطاهرة المتحضرة الراقية قد برهنت للعالم أجمع بأنها منذ انطلاقتها كانت ثورة حكيمة ثورة نابعة من شعب أصيل شريف. الحمد لله اليوم أثبت الواقع بأن الأحرار والحرائر كلهم على قلب واحد وعلى قرار واحد. أستاذ عبد القادر ممكن أستاذ عبد القادر ممكن تضعنا في الصورة كيف هي أجواء التحضيرات للخروج غدا يوم 22 فيفري في بشار؟ والله رشيد التحضيرات الحقيقة يعني الناس حسب ما أعلم وحسب ما أعرف هناك تأكيد على الحضور. هناك مناضلون أحرار يحاولون يعني حضور الغد وإن شاء الله الدعوة وجهت وهي في الحقيقة الذكرى لا تحتاج إلى تحضير أو إلى شيء من هذا القبيل وإنما تحتاج إلى الحكمة وإلى الرزانة وإلى الثبات وإلى الصمود وإلى الشعارات والثبات على المطالب أخي رشيد. وهو كذلك خويا عبد القادر. شكرا جزيلا عبد القادر غازي من بشار الناشط الحقوقي. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نولي إلى مونريال الآن كندا وحسن موسى وسنا فينا رشيد. نعم أستاذ أحسن موسي أنت معنا. نعم السلام عليكم أقادم أولي ولا عندي الله ينورك أحسن موسي. نعم سليم نعم رانا معك خلينا نسمعوا الشعارات خلينا نعيشوا اجواء الحراك خليكم تسمعوا راني في وسط القطار في وسط القافلة ملفت للانتباه دقيقة معايا الملفت للانتباه زميلي سليم أنه
أنه الشيء الذي أدهش المتابعين لحراك الجالية في كندا رغم الأجواء والطقس البارد وربما تصل في عدة مناطق إلى ربما إلى 10 تحت الصفر، لكن دائما يسجلوا حضور إخواننا في كندا. نعم سقسي واشحال هذا أكيد أقل من 30 تحت الصفر. شو سقسي أحسن موسي؟ أنا عم سليم. واش هي الدرجة الآن، درجة الحرارة الآن؟ أعطينا ها الفكرة يعني باش نشوف يكون عندنا فكرة البرودة. ألو سليم، ألو سليم. إيه اسمع فينا أخويا حسن موسي. نعم. ما هي درجة الحرارة تماك الآن؟ بون نخليك يهدر هذا شوية أهدر. لا معليش حبينا برك يكون عندنا فكرة البرودة شحال البرودة سي موان 15، فور سونتي سي موان 20. موافق الله المستعان. اوكي بون الزول سليم الزول واه كي تسمح سي سن الزول فلاك دي لا تيلي المغربيه نكون قلنا غادي كلي مازال انا نلحو اي وكنا دنيني الا غي وذافو يا كي تمرد للجزائر الا غي تكركسي تستخدم هذا لا خاصك تصوف غادي نحبس تمرد للجزائر ولا شنو شو خدمان ان غنرى الا قد جوج جدوي ذاك يوكران تاع اربعه شاكيب قليل بوتفليقه 59 سنه قالت سيكور انت كور وكنا كذوذنا للجزائر كذوذنا للجزائر ساكي يفقد ماركرا كذا سميض على هذا القار الى قد سيلي ثمون انت تمرتنا للجزائر هذه اللي نزار فان بومدال اتسيلي تقدمت هي مقر لا جوستيس نكون امنوا هذه كمل ثاني مرتنو وي سليم ربي سليم اكسل احسن راني دركا كما قلت لك راني في وسط المسيره هذا وين قلعت دركا راهم مورايا راحوا الله يبارك بداو يمشوا ودركا يعني نخليكم تشاهدوا القافله هذه نخليكم تشاهدوا طنجة طن سقسيوا انسان او وي تكلم خويا الله ينور ان تي ميساج سي بوبلي ان تي ميساج بور لالجيري ميساج خويا L'histoire se met en route. Il faut crier. Vive l'Algérie. Libérez l'Algérie. Vive les femmes. Libérez l'Algérie. Libérez l'Algérie. Un message, madame. Merci. OK. Akoum Tchahdou Salim. Akoum Tchahdou. On va libérer l'Algérie, Inch'Allah. Un message, Gouya. On va la libérer, Inch'Allah. Inch'Allah. Radouan, Inch'Allah. OK. Un message, madame, s'il vous plaît. Anna Rezouel, Anikino. Hadra, madame, je vais vous dire. Oui, Chaoudine, quelle journée pour faire une belle révolution, la révolution du sourire, même le destin. Le message pour Alger. Alger, n'hésitez pas, c'est votre chance, c'est aujourd'hui ou jamais. N'arrêtez jamais votre mobilisation. رابيان احسن احسن بعد ما غلط احنا رانا لهنا في موريال اليوم امبير جورني خرجنا سي لا ديزيام اني تاع الحراك لهنا في موريال ميساج احنا رانا واقفين معاكم ولو 22 رانا حابين نشوفوكم كاع تخرجوا ان شاء الله باش يروحوا كاع شكرا ان شاء الله اسمعني سليم استاذ احسن موسي احسن موسي ميساج خويا وي خويا النضال ان شاء الله اليوم اون في ابل لا دياسبورا الي لا اون سوتيان او بيبل الجيريان ان شاء الله غدوه معنا الان اتصال من مختار من قصر البخاري من ولايه المديه تفضل مختار تفضل السلام عليكم وعليكم السلام رانا فرحين بكم رانا فرحكم انتم لكم تعطونا في الاخبار تاع الدار احنا والله ما جايبين اخبار فهمت ايه وندعوكم ربي ليل ونهار وراح عندي واحد مصطفى غير راقد هنا عندي في الدار ادعوا له ربي ان شاء الله يريح ربي يشفيه ان شاء الله ان شاء الله يريح وتريحونا خويا مختار ممكن تضعنا في الصوره هل فيه ربما فيه عزيمه واصرار غدا انه فيه باش تخرجوا غدا في الحراك ان شاء الله رانا مش دير روحنا كاين مصطفى كاين هشام رانا كاع مش دير روحنا دايرين لافتات توفيق ان شاء الله اخويا مختار بارك الله فيك مختار من قصر البخاري روحوا لفرنسا معنا حميد ازول سمير ازول يمكن انك ازوف لك يا حميد هذا وين دخلت من الحراك تاع باري اها الور الصباح عبيتور نادي دو سور بلوس ان سبري باري
كنا بريباريو باش نديرو لا ماتش. لوزمان لا بوليس ما خلوناش نمشيو، عندنا عطاونا لي تريزور سما بروش سما دايير ابري هي على دانيير ميريتي سان انولي لا مارش. نسعد ريكور على لا جوستيس، نترجو لا كونفيونس افيك لا جوستيس. بصح المهم حميد، يعني لا الغاش ولا دي فيديو ولا الغاش تاع سي كي دي باري يا الغاشي الى ريبوبليك شورا مي فرونسي فيرزان. لا ريبوبليك ما عمرها حتى خرج تروك، ما داهمش كاع لا باس دو ريبوبليك. يا بليت 50000 بيرسون غراند لا باس دو ريبوبليك. عطيك صحه حميد، بارك الله فيك يا حميد. فرنسا ما ذكر اعزائي المشاهدين ان هذه الصور نشوفوها الان مباشر هي مباشرة من كندا، فيه مسيرة حتى القنصل الجزائري هناك في موريال. معنا الآن علي من العاصمة، مرحبا بك علي. علي تفضل. علي الله يسلمك أخويا، رانا فرحانين بالجماعة ونتمنى سيد الرئيس تبون نقولوا له جاه الله والنبي رسول الله اطلق لي ديتوني بوليتيك، هذا وقتهم. كاين اللي راه عنده 85 عام، كاين اللي راه عنده 80 عام. جبنا لك الله جاه الله والنبي رسول الله، وجبنا لك جاه الشهادة مليون ونص شهيد اللي توفات على هذاك الإعلام اللي اليوم راه يرفرف في باريس، في قلب باريس. هادو سيتو هذا الإعلام تاع الجزائر اللي ماتت عليه رجال. أطلقنا لي ديتوني بوليتيك اللي عندهم 85 عام، كاين اللي 80 عام ومشتاقين ومساكين حيين يستنوا انت يموت وطلقهم ويروحوا عند ولادهم. هو انت غير شهرين فوتها في الالمان ولا ثلاث اشهر توحشت الجزائر يا خويا، توحش من حقك، توحشت الجزائر. الله يبارك يعطيك الصحة. يعطيك الصحة خويا علي، وان شاء الله ربي يطلق سراح كل المعتقلين والمظلومين ان شاء الله. الان نرجع لزميلنا ناصر. خويا ناصر، وشي تعليقك الان؟ تشوف كما تعلم انه دائما جاليتنا في كندا تصنع الحدث، ورغم الطقس ودرجة الحرارة المنخفضة جدا لكن دائما مسجلين حضورهم، دائما موصلين رسالة الشعب الجزائري في المهجر بانه باللي راهو فيه الشعب، راهو يناضل الداخل، وراهو انه كذلك هو كذلك تواق كما الشعوب اللي عبر العالم تواق الشعوب الحرة. تفضل خويا ناصر. شكرا رشيد. وما تنساش يعني ناصر، ما تنساش في كندا الان رانا ناقص 20، يعني بس شوف البروده اللي راهم الان. صحيح، سمعت الاخوه يعني قالوا ناقص 20، وهذا دليل ان الجزائريين في الخارج يعني عندهم ايضا عزيمه، على اساس مهما يعني الكثير سمعناه ان الجزائريين في الخارج واش خصهم وانتم راكو تعيشوا بعيد عن البلاد، ولكن ما كاش جزائري اللي راهو يعيش في الخارج بعيد على بلاده ما راهوش يحس ببلاده واش راهي يعني تمر به. فلهذا يعني شفنا هذا دليل كبير اليوم يعني، وشفناه في عواصم كبيره مثل الان يعني مع حسب موسي من موريال. هذه المسيره تبرهن على العزيمه اللي راهي عند الشعب الجزائري. رانا نحكوا على الجاليه ولكن ما ننساوش باللي اللاعب الاساسي في هذا التغيير هو الشعب الجزائري في الداخل. عندما تكون هذه العزيمه نرى ان بان النظام مهما يعني كان حب يربح الوقت، فمن الصعب ان يتجاهل يعني هذه المطالب التي يعني تدعي للتغيير السلمي، كما بدات منذ 2019 حتى الان مسيرات سلميه تنادي بتغيير النظام. الجزائريين حبوا يشوفوا بلادهم يعني مطورة، راهم يسافروا، راهم على عندهم وجود كبير في يعني التواصل الاجتماعي. فيعني تعبوا الجزائريين حقا، يعني تعبوا على أساس وعلاش حنا مش ما عندناش الإمكانية باش نطور بلادنا، باش نخرج من هذا الأزمات، باش نخرج من النظام هذا اللي يحب يحكم بدون إرادة الشعب. الشعب كان يعني مهمش منذ يعني 62 وهو مهمش، ما عطاولوش يعني القدرات ولا عطاولو الاراده ان يدلي يعني على اساس يعني بالراي تاعو.
فهذا أصبح إشكال خويا رشيد وسليم، أصبح إشكال في 2021 عندما نرى أن المجتمعات يعني راهي في تطور كبير. صحيح. عندما تشوف كيف كانت تركيا، كيف كانت ماليزيا، كيف كانت بلدان صغيرة، يعني بدأت نفس المشوار، وحتى ممكن نقول بأن مشوار الجزائر في السبعينات كان كبير يعني مقارنة مع هذه الدول التي يعني تكلمت عليها. ولكن أين أصبحت الجزائر وأين أصبحت هذه هذا الدول؟ هذا هو السؤال خويا ناصر، بارك الله فيك زميل الإعلامي. شكرا ناصر كان معنا من سكوتلند، شكرا بارك الله. الآن نرجع نعيش أجواء المسيرة اللي اليوم اللي نظموها الجالية الجزائرية في كندا موريال. سي الموسي الو الو وي رانا معك رانا معك اوكي. نحبسوا نجوز لكم راكم تشوفوا مصباح راهم يقولوا باللي دوله مدنيه ماشي عسكريه، يتنحاو كاع راهم يقولوا باللي لي ديسكور هذوما ما يخرجوش علينا. معليش خلينا نسمعوا له، خلينا نسمعوا له خويا حسين. انا نجوز لك مثلا هذه مدام فهمتي باش نحش بها هذاك نحش هتري هتري شدي عندك. صباح الخير نهارك مبروك. دونك اوجوردي اون اي لا بور سوتنير نو فرير اي نو سور لي راهم في الداخل اللي قروا على العوده، اللي قروا على العوده تاع العوده تاع الحراك. هاد لا دوزيام فاز اون فاز تري امبورطون باسكو هاد المره سي لا فاز تاع لا فيكتوار. اي رانا شفناهم كيفاش راهم يتخبطوا في القرارات العشوائيه، نهار يعطوك الماء ونهار يبطلوا، و تو لي جوغ اينو بروف كو اون ا فانكو اي اون ا غاني. راح ترى كاين الغش اليوم هنا في موريال يا بوكو دو مون. سا سي لو 4ييم كاري لا مارش راهي ديجا دايره برسك 1 كيلومتر دوفون اي سا سي يا 5 كاري ديفيرون. Et la marche, elle est longue. Le discours, madame, le discours. Qu'est-ce que c'est le discours? Non, c'est le discours. Je vais vous dire. 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 Pour le peuple, on est avec vous. C'est vous qui décidez. On est avec vous. On vous soutient. La date du 22, elle est importante, mais elle n'est pas fatidique. Khoya Hassan. Kain après le 22, après le 22, et on va gagner. C'est toutes les dates. Khoya Hassan, on a vu Lyon, Canada, Paris, Marseille, on a vu partout. Hassan. Voilà, que tu m'as fini, soit tous les vivants l'Algérie, on ne peut que vaincre. Fia, fia, fia. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. 1, 2, 3. أبقى معنا أستاذ حسان موسي. الآن معنا اتصال آخر من كريم من فرنسا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Franchement, اليوم aujourd'hui à Paris c'était grandiose. Je viens juste de rentrer. Donc les 250 km. Je suis parti de Lille. Je viens juste de rentrer. Il y a un quart d'heure. Franchement, c'est grandiose et surtout les organisateurs. Je tenais personnellement à remercier les organisateurs. À un moment, c'est vrai, c'était un petit peu tendu. Mais la sécurité, elle était là. Franchement, c'était grandiose. Et j'ai un message pour demain pour le peuple algérien. Khawtif Dzaïr. Okharjou Matrafouch. Wallah, c'est la fin. C'est leur fin. شكرا خويا كريم، يعطيك الصحة سي كريم، بارك الله فيك. يعطيك الصحة كريم. الآن معنا مسيرة من كندا، يعني حقيقة مسيرة طويلة وكبيرة وعريضة، يعني أعداد كبيرة خرجت رغم كما قلنا أقل من 15 درجة تحت الصفر. تحت الصفر. معنا رابح من ألمانيا، تفضل أخ رابح. زول أجمع عزيز. بون الحراك سي بيان، يعني اوقف الدخل سي بون، مي جو دوموند سي اون بار سو لا رياليتي سو لا ليبرتي دو لا بريس، مي بوركوا فو بارلي با دو مسيو لونيس حمزين حمزي الى الى بريسك سور 139 جور الحراش يعني الحبس الى ثانيه وايت يعني جمال ملك يعني خلى مغنسين يبين الحبس
normalement oui gitanier ou du cinéma de notre planète. Il faut qu'on défende, mais il y a la liberté de la presse. Il faut donner aucune l'opinion de tout le monde qui sont. Normalement, on va parler tout pour ça. Donc, on va parler de tous les militants. Les militants des anciens. Donc, c'est ça qu'on s'appelle la liberté. الان معنا عباس من وهران. تفضل اخي عباس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا انا غادي نحيي النساء الجزائريات، النساء الجزائريات بنات حتيبه وبنات زميله بوحير، والقبائليات بنات فاطمه سمر اللي قطعوا بنات الجزائر اللي قطعوا الثامن بتاعهم على بال الجزائر. قطعوا السالف تاعهم على بالجزائر. تحيا النساء الجزائريات، ونشكر هذيك تاع بلجيك، ونشكر هذيك تاع نتاع خراطه اللي كانت عطاتهم درس. بارك الله فيكم يا النساء الجزائريات، بارك الله فيكم، خليتوني نبكي. بارك الله فيك عباس. عندنا احمد من فرنسا. نقول تحيا النساء الجزائريات بنات حسيبه. ربيعك خويا عباس، شكرا جزيلا خويا العزيز، شكرا. محمد معنا العاصمة. محمد من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فقدنا أحمد من فرنسا. أحمد. ألو. تفضل خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أزول رمقران في اللوان. أزول لك أكما. الحمد لله يحيى الشعب الجزائري. يا أخي من فضلك على المداخلة هذه، بغيت نقول زوج كلمات. هو أنه النظام هذا نظام مجرم بمعنى الكلمة. هو يطالب فرنسا بالاعتذار، وهذه نورم حقيقة تاريخية، لكن ما ننسوش باللي النظام هذا ارتكب مجازر ضد الشعب تاعه. محال أن الاستعمار الفرنسي يعترف لنظام عميل وفاشل. بمناسبة الحراك، نتمنى أنه الحراك هذا يدوم، لأنه تعذبنا في بلادنا وإحنا رانا في المحجر بسبب هذا النظام. وإن شاء الله تكون فيها عدالة مستقلة لتخدم الجزائر وتفتح الملفات، ونمشي في جزائر جديدة، ونحييو الإخوة الحراكيين إن شاء الله، ونطلبوهم بالمسيرة، وإن شاء الله الاستقلال وتين الليه مورثنا. وتحية الجزائر، والسلام عليكم. أحمد، الآن نرجع نعيش أجواء المسيرة، المسيرة الجالية في كندا. أحسن مويس. الو اسكو فو راكم تسمعوا ليا؟ انا نسمع فيك حسن موسي. خلينا نشوفوا المسيره هذه، خلينا نشوفوا. الله يبارك، يا با بروبليم. شوف سليم، انا رانا دركا او 8ام رون، جو سوي 8ام كاري، سبع كاريوات فاتوا مورايا، دركا راني او 7ام كاري. ونخليكم مع دوز انترفونسيون، نخليكم مع دوز انترفونسيون. مثلا اخويا اهدر بكل راحه، اهدر بكل راحه. استهلا. السلام عليكم ورحمة الله. راني نشوف فيكم. وعليكم السلام. هنايا اليوم رانا في 22، رانا نديروا لا كوميميراسيون تاع 22 في هذه لا مارش تاع موريال. رانا هنا في موريال ورانا نعملوا لا كوميميراسيون دو 200 دو لا ريفولوسيون باسيفيك دو بوبل الجزائري. نوز افون تو دي الجزائريان دو موند اونتي اسورتي باس باسي دازو تو خوستو سورتي باسي باسي. Ce système est aveugle, il est schizophrène, il ne comprend pas le message du peuple. Et si on dit aujourd'hui le message d'internet, c'est un peu. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. Shufu al-Jaliya al-Jazairiya fi al-Qimma, masha Allah. Fihum al-Hakdam al-Shuhada, al-Alaf min al-Jazairin. Kharjou al-Balah bil-Sibt, 20 Fevriye, wal-Yum 21, kharjou al-Alaf. والحمد لله يا ربي من أجل الجزائر فقط. والله العلي العظيم، هنا رجال الله ما يتشاو بالأموال، ما تشرينا فرنسا، ما يشرينا الخوانة. احنا ما نشاو ما نتباعو، احنا نحوسوا البونور تاع الجزائر. السلام عليكم خوتي الجزائريين من كل مكان، من الجزائر ومن خارج الجزائر. شوفوا خوتي، راهي صورة تعبر عن نفسها. الجالية أحب تكون معكم، مي راكم عارفين ما قدرناش ندخلوا بلادنا. اليوم احنا بديناها، انا اعطينا لكم لسوف ان شاء الله نتكلوا عليكم، خاصه الجزائر العاصمه. يا ناس هذه فرصه ما تجيش كل
هذه فرصه لازم ناخذوها يا خوتي. هذه فرصه لازم تكونوا كلنا متوحدين، ما كاين لا قبائل لا عرب، كلنا جزائريين، كلنا مجموعين ان شاء الله. العاصمه القصبه باب الواد بالوزداد نتكلوا عليكم خوتي. السلام عليكم. حسن موسي، حسن علاش ملي هكذا؟ حسن موسي كنت صافي الدكا، صافي الدكا زرا خلاص، صافي عامين كلي عامين وحنايا. كنت لا ريفوليسيون كونتيني، سي ريفوليسيون هادي حراك، مي سي اون ريفوليسيون كي با بوتير ان شاء الله بيانتو اون با يسقط حكم العسكر. احسن واش تسلط مدام دين وامو امو مدام الجزائري سيرا ليفري ان جور. شكرا. احسن موسي تسلط هذاك ما لا بي سوتانير سي اون شينواز. احسن موسي احسن أطلع. أحسن موسي ثاني. أحسن موسي تسلط. أحسن أحسن موسي أنا عم سالي عاود خويا أحسن موسي من فضلك يعني خلينا برك نسمعوا الشعارات الآن خاطر خلاص لحقنا على نهاية الحصة. أحسن موسي وي خلينا نسمعوا بعض الشعارات وبعض الأهازيز ورانا رايحين الآن إلى واحد موسيقى ولحقنا على نهاية الحصة يعني. صحيح. خلينا نسمعوا برك بعض الأهازيز والشعارات، خلينا نعيشوا الأجواء. للأسف ألو سليم. أنا سليم. محسن تعطيك الصحة يا جماعة. سليم تسمعني أنا ما باش الحمد لله الجزائر كما راكونا هاي العالم الجزائر ها العالم الجزائر يرفرف لي تور دو مون لي تور لي غراتسيال دو موريال. ترا بيان أحسن أنا نلتقيك مع عزيز نعطيك الصحة. أحسن موسي كان معنا من كندا المباشر في إطار هذا الحراك الشعبي لجاليتنا الجزائرية في خارج البلاد. شكرا جزيلا خويا حسن موسى. شكرا متابعينا الكرام، وتغطيتنا ما زالت مستمرة في تغطية مباشرة مع مستجدات الشارع الجزائري، وغدا ستكون ما زالت تغطية اليوم مستمرة، ثم كذلك غدا في خلال هذه الأيام في تغطيتنا المستمرة للحراك الجزائري في الداخل. إن شاء الله عشان بارك الله فيك تنمية 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 تنم